رح اختار رفيقنا برهان اللي كنا مفكرين انه توفى بحادثة الطيارة المشهورة تبع العلماء الاتراك. هذا كمان من جماعتنا، كمان مخبين انه عايش مثلنا. هذا الزلمة مكسب كبير لبلدنا، زعلت عليه كتير وقت مات وهلأ فرحت لأنه عايش. وقراركم سليم 100%. الله أعلم لسه قديش بده يقدم خدمات لهالبلد، وبالنسبة له كمان فرصة لأنه الشغل معك بيشرف. وأنا حسب الأوضاع هي ما فيني أشتغل إلا مع برهان. برهان رح يدير جهاز الأمن الإلكتروني بالتعاون مع أخونا أردم يلي طبعا هو بنفس مستوى نجاح برهان، بس أردم رح بيكون الوجه الظاهر للجهاز. أول مهمة لإلهم بعد ما يتم إطلاق قمرنا الجديد رح تكون تأمين الاتصال لأعضائنا بأأمن طريقة بالعالم مثل ما كانت بالسابق. ماشي معلم. مثل ما بتعرف أمرنا الجديد اليوم أو بكرة رح يتم إطلاقه. هذا الشيء رح يأمن لنا حماية كبيرة ونوعية من ناحية الأمن الإلكتروني، ورح بتكون البنية التقنية التحتية تحت سيطرتنا بشكل كامل. بعتقد رح يكون بإمكاننا نستفيد من جهاز الأمن الإلكتروني بموضوعنا، منحاول نراقب الأموال والمعاملات يلي رح يكون إلها تأثير على عمليات أسواق المال. شو هي آخر الأخبار بجهازنا المالي الجديد يلي تحت إدارتك؟ سيدي، وزعنا المساعدات على الدول يلي ذكرتوها وكتير انبسطوا وبلغونا امتنانهم. اجانا اقتراح من اصحابنا اللي موجودين ببعض الدول، وبعد نتيجة الاستشارات قدموا لمؤسستنا عرض بشوفه مهم. عم يقترحوا علينا انه ننقل جهازنا للأمن المالي على المستوى الاقليمي والدولي. اذا بتسمحوا بهالموضوع ففينا نوفر البنية التحتية والتقنية كمان. فكرة كتير حلوة. أنا برأيي بلا ما نضل هون وبس، خلونا ندرب يلي إلهم ميول على تكنولوجيا الاتصالات وخلي يشتغلوا معنا عن طريق الإنترنت. الهوية باسم مين بدنا نعملها؟ علي رضا جاندان، والمعلومات الثانية هون. طيب خلص، بس انتبه ما حدا لازم يعرف. هون المكان؟ ايه اخي هون هو. بكتاش اوعك يا ابني تفكر توقف على الاشارة الحمراء، فهمت علي؟ خود لشوف، خليني حذرك من البداية يا عاكف مشان راسنا ما يوجعنا بعدين. شو عم بيصير؟ مين هدول؟ شخصين أطلقوا النار وهربوا. شو واقف قدامي؟ روح امسكهم يلا. أكلوا الطعام. يلا رح نتحرك. أخي انت والشباب تحمونا من هنيك، وانا وعاكف بدنا ندخل لجوا. توكلنا على الله.
شو هالنهار هاد؟ انتو خليكن هون. أنا رح أدخل غطيني. عاكف أمني ظهري. تعالوا من هون. عاكف تعال. امسك. توزعوا يلا من هون. تعال شوف يا فار الطاولة. ولك تعال. ايمتى رح تعملوا نقل سلاح على السجن الكبير يا قليل الاخلاق؟ احكي ولك ما صار لي زمان بعتلون. اتصل. بدك تتصل بهالجماعه وتقنعهم بدفعه جديده. عم تفهم؟ اتصل. Thank you.
لسه ما في أخبار من طبيب الأسنان؟ اتصلت وما رد علي، بيرجع بيحكي. عليه ضغط كتير، ناس كتير لازم يتحقق معه. رح رد أحكي معه. لا تتصل على الفاضي، بيكره هالشي. وقت اللي هو بيحب بيتصل لحاله. أعطيني القائد، بدي أحكي معه. بس القائد هلأ ماله هون، وحتى يجي بقله يحكي معكم. في شغلة مهمة بدي أقول له إياها. تاجر سلاح عم يقول شغلة مهمة. شو هالشغلة المهمة؟ معلم، في بإيدي بضاعة غير شكل رح تنبسط منها كتير. إذا ما كانت بضاعة إسرائيلية لا تعذبني على الفاضي. أنا سبق خيبتلك ظنك شي مرة؟ بس تشوفها ما رح تفكر تفاصل على السعر معي أبدا. من هلأ بلشت تحكي بالمفاصلة؟ شو موجودة بخلايا دمك؟ منيح لكان، رح جيبها لعندك فورا. أنا رح بعت لك واحد، بس ما يطلع مشكلة على الطريق مثل هذيك المرة. المسا بشوفك. ولك شو عم تنصب النفخ؟ ليش ما قلت لهم ما في داعي يجوا لهون؟ لأنه بآخر عملية عملوا لنا كبسة على الطريق، من شان هيك. شو نساوي؟ ما في غير بيدلونا على الطريق. بعرف إنك رح تسأليني عن موضوع ليلى. أنا عم زبطها عن طريق رفيق أختها إسراء، رفيقها بيشتغل عندي ورح أعرف. طيب ماشي سارب، بعرف حتوفي بوعدك بهداك الموضوع، بس هلأ عنا موضوع أهم بكتير بدك تستغرب من اللي رح تسمعه. عم بسمعك. مراد خلص ما عاد بارون. بفضلك انت عرفنا انه خاين. يعني قصدك بهي الحالة ما عاد في قدامي اي مانع مشان كون بارون؟ طبعا، بس طبعا المطلوب منك تعمل شغلة اخيرة مشان هالشي. بدكن تطلبوا مني روحوا لمراد؟ دبانة. نعم. هلأ إجا وقتنا، لازم نرد له لنهاية الشيء اللي إله. صار أخي. أنت رتبت كل القصص؟ الزلمة جاهز معلمي، هلأ هو جوا ناطر منا خبر. خود لك. أنا ليكن وصلوا. من هون طبعا.
شاء الله صرت جاهز أخي علي. تفضل تفضل. جاهزين، كنا ناطرينكم. أهلا وسهلا. أهلا فيك. أهلا فيك. أهلا فيك. وين بدنا نكتب الكتاب يا ابني؟ هون هون. تفضل تفضل تفضل. عفوا. تفضل. إذا الكل جاهزين خلونا نبدأ. نحن جاهزين. حضرتك فيك تبلش. مثل ما حكينا خلونا نخلص بسرعة. حضرتي بتكوني السيدة ناية أرسلان؟ أتقبلين الزواج من علي رضا جاندان بكل حرية ودون أي ضغط أو تأثير من أي إنسان؟ إيه بقبل. حضرتك يا سيد علي رضا جاندان، أتقبل الزواج من نايا أرسلان بكل حرية ودون أي ضغط أو تأثير من أي إنسان؟ بقبل. وأنتوا بتشهدوا على هالشي؟ إيه منشهد. نشهد. وأنا بناء على السلطة التي موكل فيها بعلنكم زوج وزوجة. تعال عمران. شو صاير؟ مشان الصورة. ممكن تصورنا حضرتك؟ تكرموا. هات هات. أنا رح صور. لا تتحركوا، رح صور. تفضل. الست أينورة أستاذة ليلى. خليها تفوت. أهلا وسهلا أينورة. مرحبا. تفضلي. كان قايل لي عاكف إنه رح يجيب لي ملف مشان التحقيق. إن شاء الله نقدر نفيدكم. من وين أخذتوا هالمعلومات؟ هاي المعلومات أخذناها من دراسة سرية عملتها الكجيتي حول الموضوع.
طيب أينورة، بس مشان أقدر استمر بهذا التحقيق أنا بحاجة لكل معلومة ولكل الدعم والتفاصيل. أنا تم تكليفي مشان ساعد حضرتك، إذا عندك أي سؤال بخصوص الملف بإمكانك تتواصلي معي. حبيت أحتفل مع السيد اللي ساهم بأكبر مبلغ بهاي الليلة وجمعناه لحد هذا اليوم. أنا يلي لازم أشكرك لأنك خليتيني أضيف عمل قيم مثل هذا على مجموعتي. عم بتخليني استغرب، ما عم بتذكر إنه عزمنا حدا من تركيا على المزاد. عابد صفي، بدي أعرفك عليه. معلم تشرب شاي؟ بشرب. يسلموا إيديك. شكرا معلم. لساتني عم بضحك يا عابد، بس نطلع من هون خلينا نروح الكازينو وناخد الساعة. من دون سيارة؟ يبدو كمان رح ضل مديون إليك. الشغلة مو بهالسهولة يا عابد بيك. عابد ممكن نشوف بعض؟ صفية ممكن تكوني مراقبة. يمكن أحسن ما نشوف بعض لفترة. بس الشغلات اللي رح قلك إياها مهمة. يلا أحكي. ما بتزبط على الموبايل. معناها الليلة بنشوف بعض. ماشي.
لقيته لمراد يا كين؟ مو سهل حاليا نقدر نوصل لمراد. بسبب قلة انتباهكم خسرنا إيغور بالأول وبعده بارون الروسي، وأنا كمان عندي ناس لازم أقدم حساب لألون، وبعتقد هالشي أنت بتعرفه كتير منيح. المخابرات التركية عم تقدر تضيعنا أكتر من قبل يا راسكون. إذا ما بدك تمسكه قل لي وفهمني. راسكون ما عنده وقت يضيعه على الفاضي. أنا في عندي خطة. مراد أقصى حد الليلة رح يكون بين إيديك. إجا السيد صارب. سيدي إجا السيد صارب. ماشي خليجي. توقعت لها يكون عم تودعها. يلا خلينا نروح لعندي على البيت. قلت لحالي خلينا نسهر قبل ما تسافر. رح تغيب مدة طويلة عن البلد. قمت زبطت دغري حفلة وداع. شكرا صارب، بس ماني رايق على جو الحفلة. طيب خلاص بلاها الحفلة. خليها سهرتنا الأخيرة. مين بيعرف؟ هي الحياة. خلينا نقعد هيك على رواق ونتذكر الماضي مع بعض. أنا رح أروح مع السيد صارق. بتحبين خبرون شي؟ لا ما في داعي، أنا حكيت معاك. في شي حابب أقول لك إياه من أنا وصغير، بس ما كنت أقدر يا مراد. شو كنت حابب تقلي؟ من أنا وصغير كنت حب إنك تموت. عن جد؟ عم اقول لك اني راح اروح بعد شوي وانت بعدك عم تمزح. انا اللي عم احكي جد، ما راح نلتقي لفتره طويله كتير. اكيد، بس الحقيقه هي ما عاد راح نلتقي ابدا. شوفي خليني أعرفك براسكون يا مراد.
شو في هاي؟ طلع على هاي. انت باعت ورا لهاد؟ لا ما اتصلت فيه. اكيد رح ينزعلنا سهرتنا. هلا بشرح له الوضع. مساء الخير. مساء النور. قال تزوجته. إن شاء الله ألف مبروك. شكرا. لا تواخذوني، لو كنت بعرف كنت ما زعجتكن. استغفر الله، شو عم تحكي؟ تفضل اقعد شوي. عفوا، بس أنا يعني من دون قصدي اجيت وزعجتكن. بترجاكن تقبلوا اعتذاري. تفضل عود ارتاح. ليلة مبارح اجت الشرطة ووقت قالوا لي انهم عم يدوروا على رجال ومرأة، انتو خطرتوا على بالي فورا، خفت للحظة، بس وقت اللي هني ورجوني الصور ارتحت دغري. حكالي علي، سألينه وقلو كمان حكيت عن الصور، وهدول صور عرسنا كمان، ليكون قدامك بتحب تشوفهم؟ تفضل حبة شوكولا. يسلموا. عابد والست صفية مع بعض ومانو مراقب، وهلأ المنطقة آمنة على الآخر. عابد عمران، إذا هذا حلم أنا بس فيقي رح شوه وشك بالسكين على الخالص. معلم، هذا أنت؟ أنا يا عابد. طيب كيف؟ بس نحن بإيدنا طالعناك من هنيك. عمران، هات إيدك لبوسة. لو مانك بصدمة كنت أكلت على وشك.
المعلم واقف هون وبدك تبوس ايدي؟ لا تخلي عمران ينتظر اكثر يا عابد، بعدين رح احكي لك. عمران ليش ما خبرتني هنيك؟ عبد الحي كان كثير انبسط. اترك عبد الحي يتحسن يا عابد، اذا خبرته هلا ما فيك تخليه دقيقه بالمستشفى. تيمور اذا كنت جاهز خلينا نطلع. ريشي عم تنكسر، كيف رح تغز مثل السهم برئتينك؟ رح يبلش النزيف الداخلي، وقت اللي رح تتجرح رئتينك ما عاد تتنفس. ما صفي لك إلا 15 دقيقة. وهلا صفي لك 10 دقائق. هذا هو فن راسكن. هلا معك 3 دقائق. شو آخر طلب لك؟ خلي صارب يقتلني. أصلاً قلت إنه رح يموت بعد 3 دقايق. آخر طلب كتير مهم بالنسبة لراسكن. وصلوا. بكتاش خليك هون، اسماعيل هون. استقبلهم للجماعة وكأنه ما صاير معك شيء. اوعك تحاول تتحرك اي حركة غلط، عم تفهم؟ يلا تحرك. زدت السلاحك انت وياه، نزلوهم.